طيب الآن إحنا إيش نحتاج؟ إحنا نحتاج نشيك على الإيميل. الإيميل جميل، نشيك على الإيميل. إيش حنسوي؟ حنعدل شوية في الكود، حمسح هذا الكلام اللي هنا، حمسح هذا الكلام، أسوي له قص. جميل، غير بس، نشيل هذا. إيش نقول له؟ if user لا يساوي نال، إذا كان اليوزر لا يساوي نال معناته موجود. قفل قاعدة البيانات ووقف التنفيذ واطبع له الرسالة. جميل، قلقنا من هذه. نيجي نقول هنا يوزر، ابحث على اليوزر اللي له نفس الإيميل. يوزر، شوف tiny if users get by email، وهذه قوة الـ API هنا. لاحظوا هي خلاص تشيك لك بالداخل، فنقول إيميل. إيميل، لاحظ الآن في المرة الأولى، في المرة الأولى حيشيك على اليوزر بالاسم يجيبه، في معناته مشكلة هنا، لسه خذنا نقص الكود. إذا ما هو في شيك على الإيميل، شوف ويوزر، شوف إيميل إكزيست، إذا لقيه معناته الإيميل موجود، وقف التنفيذ، قفل قاعدة البيانات وقف التنفيذ. طيب إذا ما لقيه خلاص حيكمل وقفل قاعدة البيانات. ليش أكثر من تقفيله؟ لأنه في وجود داي هنا. فإحنا نشيك أول شيء على اليوزر بالاسم، لا يساوي نال معناته اليوزر موجود، فلا ما ينفع، وقف، طلع له رسالة. طبعا أنت في الأشياء الفعلية حتطلع رسالة منظمة وترجع للفورم وكذا يعني، لكن إحنا نحط الأبسط. تاني هنا حيشيك بالإيميل، شيك لنا بالإيميل على نفس اليوزر. ممكن أنت تستخدم unset مع الأوبجكت، أو ممكن تقول ممكن تقول unset، لكن إحنا ما نبغى نستخدم أشياء زي كذا، يكفي إنك تقول user equal null، أساس إنك تنظفه من تخلينا، لأنه القيمة اللي جات هنا إذا كان عفوا هو أساسا، شوف هو أساسا لحظة لا يساوي نال، لا المفروض ما نحطها. لأن ليش؟ كويس، لأنه هو ما إذا وصل هنا معناته هي قيمة اليوزر نال أساسا، نال، لأنه إحنا قلنا له لا يساوي نال، فإذا وصل هنا فما نحتاجها. كويس، فنجي هنا لأنه لو يساوي لا يساوي نال ما حيعدي من هنا، حيخلي يسوي له داي. فنجي هنا يوزر tiny if users get by email، الآن ابحث وخزن، إذا لقيت اليوزر برضو الإيميل موجود. طب إذا ما لقيه، إذا لقيت شوف قفل القاعدة. طب إذا ما لقيه يجي هنا ينفذ العملية بشكل. طيب نجي نشوف الآن، سوي ريفرش. طيب نجي نقول هنا خالد، ولا خلينا نقول سالم، كلمة المرور أي حاجة. نجي هنا نقول إي، خليني أحط، شوف خليني أحط أي إيميل، إكس إكس دوت واي، أو عفوا إكس آت واي دوت زد. خزن، شوف المستخدم موجود. طيب جميل، خلينا نقول خالد أي كلمة مرور، بس أقول إي آت ياهو، موجود البريد. شوف لاحظ هنا في مشكلة، شايف إيش هي المشكلة؟ حنشوف، نشيك على الكود إيش الخطأ اللي سويناه. tiny if users get by email، if user لا يساوي نال، نرجع لمين؟ نرجع لدالة get users أو tiny if users get by email. طيب خلينا نشيك هنا users tiny if users get by email post email، حنشوف حنشيك على المشكلة، حنكتشفها إن شاء الله تعالى، أساس نعرف فين المشكلة اللي وقعت، فين المشكلة اللي وقعت. عشان كده حنشوف المشكلة ونشيك عليها ونعدلها خطوة خطوة في الجزئية التالية.